يزال أهالي منطقة مكة المكرمة يستعيدون ذاكرتهم وأحزانهم من خلال سرد قصص المساهمات التي أوهمت غالبيتهم بالثراء السريع، وينتظرون في الوقت نفسه ما يسفر عنه القضاء أملا في استعادة بعض من أموالهم التي خسروها في تلك المساهمات. بكافة المعايير هذه مأساة، مأساة قانونية فضلا عن مأساة قضائية. ماذا لو صدر الحكم بعدم الثبوت الاتهام الموجه إلى أحد أولئك القابعين في السجن من 8 أو 9 سنوات؟ القضاء هو الذي يحدد. لماذا نفترض أن القضاء سوف يدين سلفا؟ لو تمت محاكمة بعض منهم وثبت عدم ارتكاب الجرم غسل الأموال لابد أن يطلق سراحه، ولكن بعد أن يعني حرم من حريته ثمانية، بعد أن نفذ جزءا من الأحكام التي سبق وان صدرت، فهذا خلط غريب وشيء يعني لا يمكن أي معايير قضائية وقانونية تقبله. القضاء السعودي أصدر عدة أحكام تتفاوت ما بين 2 و20 عاما على عدد من المتورطين في جمع أموال بتهمة النصب والاحتيال، ليكون للمحكمة العليا رأي آخر من خلال تحويل ملف تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للنظر فيها بتهمة غسل الأموال. للأسف الشديد كانت عندنا في ذلك الوقت، خليني أقول لك الوضع الآن تحسن، في ذلك الوقت كان هناك ضعف رقابة مالية على هذه الأموال بهذه الكميات. عندما تتكلم عن مساهمات يصل بعضها إلى المليار و200 مليون، مبالغ سلمت لأشخاص معينين، تحويلات في الحسابات البنكية، شيكات مصدقة وغيرها. كان دور المؤسسات المالية في ذلك الوقت دور سلبي في الرقابة على هذه الأموال. عندما يأتي أحد أصحاب هذه المشغلين للأموال، ثبت في التحقيقات أنه بداية عمله كان يعمل رجل آمن في إحدى شركات الاتصالات لا يتجاوز راتبه 3000 ريال. عندما يتم دخول هذه المبالغ إلى حسابه بهذه الكميات المهولة بال100 مليون و200 مليون والحوالات والشيكات المصدقة وغيره، كان الواجب على هذه الإدارات المالية والمؤسسات المالية أن تشعر الجهة المختصة بأن هناك شبهة في هذه الأموال. المساهمات الوهمية التي عرفت بمساهمات سواء لم تكن هي الوحيدة في تلك الفترة، بل ظهرت مساهمات عديدة مثل مساهمات لحوم المرعى والبيض والبورصة وأم القرى وغيرها من المساهمات التي تقدر قيمتها 5 مليارات ريال، الأمر الذي يصعب من مهمة وصول رجال التحقيق للكشف عن لغز اختفاء تلك الأموال.